أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزيموزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيراً وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ها ضحك الكريستيانو زليق عليك، وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل العرض. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. الخيار الأزرق، الخيار الأحمر. لقد قمت بالحركة الخطأ ولقد خسرت المباراة. قام حرس القطليس بطردك من الكوكب، وقاموا بتحذيرك من أي محاولة لسرقة الحجر. وأخبروك أن القطليس يواجه الشخص مرة واحدة فقط في الشطرنج. لقد ضاعت جميع فرصك في الحصول على الحجر الأسود، وفقدت الأمل في مهمتك وصفية ذهنك. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزيموزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ها ضحك الكريستيانو زليق عليك، وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل العرض. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. الخيار الأزرق،
الخيار الأحمر. رائع، لقد أغلقت جميع تحركات ملك خصمك. بقي لك الآن فقط إنهاؤه. رائع، لقد قمت بتدمير القطليس في الشطرنج. لقد فزت الآن بالحجر الأسود الأول. بقي لك حجران الآن. توجهت إلى الأدغال نحو السنفور الأزرق. طلبت منه الحجر الأزرق. أخبرك أنه لكي تحصل على الحجر الأزرق يجب أن تواجهه في عراك. أجم عليك السنفور الأزرق من فوقك بسرعة. استعمل عليه قبضة البعبع. تفادى هجمته بسرعة. قبضة البعبع تستغرق وقت طويل نسبيا، وقبل أن تستطيع تنفيذها ضربك السنفور. وأغمي عليك. وعندما استيقظت وجدت أن السنفور ذهب بدون وداع واختفت أثاره، وفقدت القدرة على الحصول على الحجر الأزرق ولن تستطيع تنفيذ مهمتك. مرحبا بك في عالم الرحمة، اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزيموزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ضحك الكريستيانو زليق عليك وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة. عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل العرض. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. هي الخيار الأزرق، الخيار الأحمر. رائع، لقد أغلقت جميع تحركات ملك خصمك. بقي لك الآن فقط إنهاؤه. رائع، لقد قمت بتدمير القطليس في الشطرنج. لقد فزت الآن بالحجر الأسود الأول. بقي لك حجران الآن. توجهت إلى الأدغال نحو السنفور الأزرق. طلبت منه الحجر الأزرق. أخبرك أنه لكي تحصل على الحجر الأزرق يجب أن تواجهه في عراك. أجم عليك السنفور الأزرق من فوقك بسرعة. استعمل عليه قبضة البعبع. تفادى هجمته بسرعة. لقد تفاديت هجمته بنجاح. أستعمل قبضة البعبع الآن. قم بلكمه. لقد استعملت قبضة البعبع و أسقطت السنفور الأزرق أرضا. تقبل السنفور الأزرق الخسارة وأعطاك الحجر الأزرق. بقي لك حجر واحد فقط. تكملة القصة في التحديث القادم يوم الخميس
إعادة. اللعب. بدا لك الديموغرافي أنه يشعر بالحزن في بثه المباشر. اذهب بسرعة لمنزل الديموغرافي. اذهب إلى الكريستيانوز ليق للمزيد من المعلومات. قد وصلت بسرعة لمنزل الديموغرافي ووجدت أنه على وشك تصفية ذهنه. قم بإبعاد السلاح عنه بسرعة. قم بتهدئته. لقد أبعدت السلاح عن الديموغرافي وطلبت من الديموغرافي الحجر الوردي. أعطاك الديموغرافي الحجر الوردي. عد إلى الكريستيانوز ليق. ابقى وتكلم مع الديموغرافي. لقد ذهبت إلى الكريستيانوز ليق وأعطاك القفاز. لقد وضعت الحجارة في القفاز وشعرت بالطاقة تجري في عروقك. طرطق أصابعك. لقد طرطقت أصابعك وقمت بإعادة الجميع. نجحت خطتك واستعدت عائلتك. نهاية سعيدة. أعادة اللعب. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموز ليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانوز ليق. اذهب نحو البنزيموز ليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانوز ليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانوز ليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانوز ليق أن يعطيك القفاز. ضحك الكريستيانوز ليق عليك وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانوز ليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانوز ليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة. عارك الكريستيانوز ليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. الخيار الأزرق، الخيار الأحمر. رائع. لقد أغلقت جميع تحركات ملك خصمك. بقي لك الآن فقط إنهاؤه. لقد قمت بالحركة الخطأ ولقد خسرت المباراة. قام حرس القطليس بطردك من الكوكب وقاموا بتحذيرك من أي محاولة لسرقة الحجر. وأخبروك أن القطليس يواجه الشخص مرة واحدة فقط في الشطرنج. لقد ضاعت جميع فرصك في الحصول على الحجر الأسود وفقدت الأمل في مهمتك وصفية ذهنك. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموز ليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانوز ليق. اذهب نحو البنزيموز ليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانوز ليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانوز ليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. ضحك الكريستيانوز ليق عليك
وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت لكريستيانوس ليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق، الحجر الأسود يحرسه القطليس، الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل العرض. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. الخيار الأزرق، الخيار الأحمر. رائع، لقد أغلقت جميع تحركات ملك خصمك. بقي لك الآن فقط إنهاؤه. رائع، لقد قمت بتدمير القطليس في الشطرنج. لقد فزت الآن بالحجر الأسود الأول. بقي لك حجران الآن. توجهت إلى الأدغال نحو السنفور الأزرق. طلبت منه الحجر الأزرق. أخبرك أنه لكي تحصل على الحجر الأزرق يجب أن تواجهه في عراك. أجم عليك السنفور الأزرق من فوقك بسرعة. استعمل عليه قبضة البعبع. تفادى هجمته بسرعة. لقد تفاديت هجمته بنجاح. أستعمل قبضة البعبع الآن. قم بلكمه. لقد لكمته، لكنه صغير وسريع وتفادى. واستغل القوة من لكمتك لإسقاطك أرضا. وفاز عليك في القتال بعد أن قام الحكم بالعد إلى ثلاثة ولم تنهض بعد. وفقدت القدرة على الحصول على الحجر الأزرق ولن تستطيع تنفيذ مهمتك. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزيموزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ضحك الكريستيانو زليق عليك. وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت لكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق، الحجر الأسود يحرسه القطليس، الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. انطلقت في المهمة وتوجهت نحو كوكب القطليس. وصلت إلى كوكب القطليس وطلبت منه الحجر الأسود. أخبرك القطليس أنك لن تأخذ الحجر بهذه البساطة، وأنك يجب أن تربحه في الشطرنج لكي تحصل على الحجر. اقبل العرض. بدأتم في لعب الشطرنج. بدأت المباراة سهلة، لكنكم وصلتم إلى هذه الوضعية. هي الخيار الأزرق، الخيار الأحمر. رائع، لقد أغلقت جميع تحركات ملك خصمك. بقي لك الآن
فقط إنهاؤه. رائع، لقد قمت بتدمير القطليس في الشطرنج. لقد فزت الآن بالحجر الأسود الأول. بقي لك حجران الآن. توجهت إلى الأدغال نحو السنفور الأزرق. طلبت منه الحجر الأزرق. أخبرك أنه لكي تحصل على الحجر الأزرق يجب أن تواجهه في عراك. أجم عليك السنفور الأزرق من فوقك بسرعة. استعمل عليه قبضة البعبع. تفادى هجمته بسرعة. لقد تفاديت هجمته بنجاح. استعمل قبضة البعبع الآن. قم بلكمي. لقد استعملت قبضة البعبع و... أسقطت السنفور الأزرق أرضا. تقبل السنفور الأزرق الخسارة وأعطاك الحجر الأزرق. بقي لك حجر واحد فقط. تكملة القصة في التحديث القادم يوم الخميس. إعادة اللعب. بدا لك الديموغرافي أنه يشعر بالحزن في بثه المباشر. اذهب بسرعة لمنزل الديموغرافي. اذهب إلى الكريستيانو زليق للمزيد من المعلومات. قد وصلت بسرعة لمنزل الديموغرافي ووجدت أنه على وشك تصفية ذهنه. قم بإبعاد السلاح عنه بسرعة. قم بتهدئته. أخبرت الديموغرافية أن حياته مهمة وأنه لا يجب أن يصفي ذهنه. شكرك الديموغرافي وقال لك إنه لن يصفي ذهنه. وكهدية أعطاك الديموغرافي الحجر الوردي. لقد شكرت الديموغرافي. لقد ذهبت إلى الكريستيانو زليق وأعطاك القفاز. لقد وضعت الحجارة في القفاز وشعرت بالطاقة تجري في عروقك. طرطق أصابعك. لقد طرطقت أصابعك وقمت بإعادة الجميع. نجحت خطتك واستعدت عائلتك. نهاية سعيدة. إعادة اللعب. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزيموزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ضحك الكريستيانو زليق عليك وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. لقد هجمت على الكريستيانو زليق لكنه سريع تفادى هجمتك بسهولة، ومن فوق ذلك أعطاك ركلة قوية وأسقطك أرضا. لقد أثر عليه غضبك ولم يسمح لك بالتركيز وقام الكريستيانو زليق بسجنك في قبوه. استعمل قبضة البعبع للخروج من السجن. أطلب منه أن يسامحك. قبضة البعبع غير كافية لتحطيم سجن الكريستيانو زليق وتركك في السجن لمدة ملايير السنين الصوتية. مرحبا بك في عالم الرحمة. اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزيموزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن.
اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزي مزليق وعاركه. لقد ذهبت عند الكريستيانو زليق وطلبت منه المساعدة لإرجاع عائلتك. أخبرك الكريستيانو زليق أن الحل الوحيد الذي لديك هو أن تستعمل القفاز الكوني هذا، وأنك يجب أن ترتدي القفاز وتطرطق أصابعك، وبعد ذلك ستستطيع إحياء الجميع. لقد فرحت كثيرا وطلبت من الكريستيانو زليق أن يعطيك القفاز. ضحك الكريستيانو زليق عليك وأخبرك أن القفاز لن يشتغل إلا إذا وجدت الأحجار الكونية الثلاثة. شعرت بالحزن وسألت الكريستيانو زليق عن مكان هذه الأحجار. أخبرك أن كل حجر يحرسه مخلوق قوي من مخلوقات الكون. الحجر الأزرق يحرسه السنفور الأزرق. الحجر الأسود يحرسه القطليس. الحجر الوردي يحرسه الديموغرافي. لقد شكرت الكريستيانو زليق عن المعلومة. انطلق إلى المهمة عارك الكريستيانو زليق لأنك غاضب. لقد هجمت على الكريستيانو زليق لكنه سريع تفادى هجمتك بسهولة، ومن فوق ذلك أعطاك ركلة قوية وأسقطك أرضا. لقد أثر عليه غضبك ولم يسمح لك بالتركيز، وقام الكريستيانو زليق بسجنك في قبوه. استعمل قبضة البعبع للخروج من السجن. أطلب منه أن يسامحك. لقد سامحك الكريستيانو زليق لكنه طردك من منزله، ولم تعد لك هناك فرصة لإنقاذ عائلتك. مرحبا بك في عالم الرحمة، اختر شخصيتك. أنت هو عباس دي واترسون. بعدما فجر البنزي مزليق الكون وقام بتصفية ذهن الجميع، لقد فقدت عائلتك وأصدقائك وأحبائك. بدأت تشعر بالحزن. اذهب عند الكريستيانو زليق. اذهب نحو البنزي مزليق وعاركه. لقد توجهت نحو البنزي مزليق ورأيت أنه منهك بعد استعماله كل قواه لتدمير الكون. لقد هجمت عليه وقمت بإنهائه بكل سهولة، ولكن إنهاؤك له بدون فائدة، وعائلتك لا تزال غير موجودة، والكون كله مدمر. لقد صفيت ذهنك من الحزن. مرحبا بك في عالم الرحمة، اختر شخصيتك.